السلام عليكم ورحمة الله. لا نحاول نختصر الكلمة اللي نقول لكم على أساس أذنة معايير. المعيار الأول كيف أي إنسان مهما كان يحاول عنه يغير رموز بلدنا في وضعية وهو وضعية نظام غير قانوني ونظام جاي بالصيفة اللي شبيهة ولا عنده أي شرعية لا وطنية ولا دولية باسم الحالة قد يفكر عنه يغير رموز بلدنا. ثانيا باسم الحالة أي حد قد يحاول عنه يغير رايتنا هذا الرمز اللي هو الأول رمز توحد تحته شعبنا وتوحد تحته ترابنا وتوحد تحته إرادتنا وضحاوا من أجله العسكريين وضحاوا من أجله مواطنين وضحاوا من أجله سياسيين من أجل وجود بلدنا ومن أجل وجود شعبنا ومن أجل عنا تتعرف علينا العلم به ويعود هو رمزنا. باسم الحال أحد يحاول عنه يغيروا اليومات إياها وبصفة خاصة كيف قلت لكم وضعية غير شرعية للنظام وشكرا.